تخيل نقطة واحدة في قلب العالم على أرض مصر قادرة تكون بوابة لمستقبل الاستثمار في كل القطاعات، بتوفر 100,000 فرصة عمل، وفي 2030 هنوصل لمليون. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي مستقبل الاقتصاد، لأنها موجودة في قلب العالم بست مواني بحرية بتخدم 4 مناطق صناعية ببنية تحتية ومرافق بمواصفات عالمية على مساحة 455 كيلومتر مربع واستثمارات متنوعة، وفيها 270 منشأة صناعية وخدمية. ده غير مشروعات الطاقة الخضراء، وسهل توصل لها من أي مكان في مصر وتصدر منتجاتك لأي مكان في العالم. وهو ده مستقبل الاقتصاد اللي العالم عايز يستثمر فيه. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي بوابة الاستثمار العالمي في مصر. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مسار متكامل، وجهة واحدة.